متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة. إذن قضية الطفل عدنان التي تعاطف مع الشعب المغربي من طنجة إلى القويرة، والذي تعرض لجريمة قتل بشعة بعد تعرضه للاغتصاب على يد شخص برفقة شركائه الثلاثة. إذن كما جاء في العنوان، خلال 24 فقط على هذه القضية التي هزت الرأي العام، تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة مساء أمس السبت من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بطفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة ومحاولة هتك عرضه. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المجتمع فيه بنسج علاقة افتراضية مع الضحية عبر حسابي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل أن يحاول استدراجه للقاء به بإحدى الحدائق العمومية بمنطقة المغوغة، حيث تم توقيفه من قبل عناصر الشرطة بتنسيق مع والد الطفل الضحية وبحوزته مجموعة من الهدايا التي كان يعتزم استخدامها في عملية الاستدراج. وأضاف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بمحاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. إذن هل هناك مشاهدينا الكرام عصابة متخصصة في استدراج واختطاف الأطفال القاصرين بمدينة طنجة بعد الكشف عن جثة الطفل عدنان الذي اختفى عن الأنظار يوم الاثنين الماضي، إلى أن تم العثور على جثته بمنطقة خالية قرب منزل أسرته بحي النصر بطنجة؟ إذن أعيد مشاهدينا الكرام بأن عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة تمكنت مساء أمس السبت من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بطفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة ومحاولة هتك عرضه. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بنسج علاقة افتراضية مع الضحية عبر حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل أن يحاول استدراجه للقاء به بإحدى الحدائق العمومية بمنطقة المغوغة، حيث تم توقيفه من قبل عناصر الشرطة بالتنسيق مع والد الطفل الضحية وبحوزته مجموعة من الهدايا التي كان يعتدم استخدامها في عملية الاستدراج. وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بمحاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. إذا مزيدا من الحيطة والحذر مشاهدينا الكرام على أبنائكم وأولادكم الصغار، يظهر على أن هناك أشخاص بدون ضمير
أشخاص ربما ينتمون لشبكات خاصة في اختطاف الأطفال يترصدوا لأبنائنا وأولادنا، خصوصا بعد اكتشاف جثة الطفل عدنان. إذا مشاهدينا الكرام، شكرا على تتبعكم هذا المباشر من طنجة. نلتقي قبل لحظات في مباشر آخر. إلى اللقاء.